ستشارك 7 كنائس في الجمعية العامة لسينودوس الأساقفة الخاص بالشرق الأوسط، وهي اللاتينية، المارونية، الملكية، السوريانية، القبطية، الكلدانية والأرمنية. كنائس ولدت في الشرق الأوسط وأمامها اليوم تحديات وأمال. على أباء السينودوس التطرق إلى مشاكل الشرق الأوسط ابتداء من العراق ومصر ومن قبرص وتركيا وإسرائيل والأراضي المحتلة. إنه عالم واسع وواقع جغرافي وسياسي معقد ومتنوع لدرجة لا تصدق. Una realtà geopolitica incredibilmente complessa e diversa. حضارات وطقوس مختلفة ترتبط جميعها بأصل واحد، فجميع كنائس الشرق الأوسط الكاثوليكية مثل أي جماعة مسيحية في العالم تنتمي إلى الكنيسة المسيحية الأولى في أورشليم التي وحدها الروح القدس يوم العنصرة. ولهذا تتكلم الخطوط العريضة عن قصة رائعة من التبشير يرويها سفر أعمال الرسل. Sì, la chiesa è nata qui il giorno di Pentecoste. Prima bisogna ricordare che نعم، لقد ولدت الكنيسة هنا يوم عيد العنصرة، العيد اليهودي الأصل والمسمى بعيد شفعوت، حيث أعلن الأنبياء عهدا جديدا: سأعطيكم قلبا جديدا وسأضع في داخلكم روحا جديدا وستعرفون الله. ووجد هذا العهد كماله يوم العنصرة، لأن الله أعطى شعبه روحا جديدا، حول الرسل الأوائل من جماعة مغلقة في العلية خوفا من اليهود إلى جماعة لا تخاف من إعلان المسيح المائت والقائم للجميع. تطورت حياة هذه الكنائس عبر الأجيال في 3 جوانب، وهي الإيمان والطقس والجماعة، وكل بحسب تقليدها الخاص وثقافتها، لأن جمال الكنيسة يكمن في تنوع أشكال التعبير فيها. All'inizio la chiesa rispetta le diverse tendenze e rispetta le diverse culture. تقبل الكنيسة وتحترم منذ البداية مختلف الحضارات، ولم تسعى أبدا لإدماجها، وهذا مهم جدا، لأن الوحدة لا تعني توحيد الصيغ، وإنما الاتفاق على التعليم وما هو ضروري. ولذلك علينا المحافظة على هويتنا المسيحية وسط الشعب اليهودي والمسلم، حيث نتواجد على الرغم من أقليتنا، وإذا نجحنا في ذلك أعتقد أننا لن نفقد شيئا وسيبقى الرجاء حيا فينا. Se noi manteniamo questo messaggio, penso che nulla è perduto. Rimane la speranza per noi. ولذلك من الضروري على جميع الأصعدة تقوية روح الجماعة داخل كل كنيسة شرق أوسطية ومع جميع الكنائس الكاثوليكية والكنائس الأخرى. وهناك حاجة في الوقت عينه إلى تقوية الشهادة لليهود والمسلمين وباقي المؤمنين أو غير المؤمنين في وسط هذه التحديات الدينية والثقافية بين الحروب والصراعات التي يعيشها المسيحيون منذ أكثر من 2000 عام. يسوع نفسه قال: لا تخف أيها القطيع الصغير. فليس العدد هو المهم، بل النوعية. فمن الضروري إذن الحفاظ على الهوية المسيحية وعيش وصية المحبة: أحبب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وكل قوتك.